أصدقائي، اليوم راح نعطيكم أجزاء البيت باللغة الفرنسية والعربية. هنا نبدأ. La boîte aux lettres، صندوق البريد. Le toit، سطح المنزل. La cheminée، la cheminée، المدفاة. La fenêtre du grenier، نافذة القبو. La sonnette، جرس البيت. La lanterne، les lanternes، الأضواء. La fenêtre، النافذة. Le balcon، الشرفة. Le balcon، الشرفة. La porte du jardin، باب الحديقة. Le jardin، الحديقة. هذه هي أجزاء البيت من الخارج، والآن من الداخل. الآن هيا لندخل. هذا هو البيت. إذن هنا ما حطيناش الأشياء، ولكن في الفيديو اللي راح يجي بعده راح نديروا الأثاث. La serre، غرفة الأطفال. La chambre des enfants، غرفة الأبوين. La chambre des parents، المطبخ. La cuisine، la salle de bain، الحمام. Le salon، غرفة الجلوس. نعود لكم مرة أخرى أجزاء البيت من الداخل. La sœur، الأخت. La chambre des enfants، غرفة الأطفال. La chambre des parents، غرفة الأبوين. المطبخ، la cuisine. Le salon، غرفة الجلوس. La salle de bain، الحمام. إذا يا أصدقائي، هذا هو الفيديو اللي درته لكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم وتشتركوا في قناتي، واكتبوا لي تعليقاتكم الجميلة، وانتظروني في فيديوهات أخرى. وإلى اللقاء. باي باي.